أعزائي السادة المشاهدين، عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، الجزء المهم اللي كلكم بتنتظروه. النهاردة زي ما وعدناكم هيكون لقائنا مع أستاذ الدكتور أحمد فتحي سمحان، أستاذ دكتور والعلاج الطبيعي بجامعة هليوبلس، كلية الطب بجامعة هليوبلس، واستشاري العلاج الطبيعي لصحة الرجل. يعني إيه صحة الرجل؟ هنتكلم النهاردة على مواضيع إحنا اتكلمنا فيها زي ما قلنا مسالك قبل كده، النهاردة نتكلم من ناحية العلاج الطبيعي. دي مواضيع تعتبر أول مرة نناقشها بمنظور دوت، وإن شاء الله بإذن الله نكتسب خبرات وناخد معلومات جديدة تماما. هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن الضعف الجنسي، هنتكلم عن سرعة القص، هنتكلم عن التهابات البروستاتا، احتقان الحوض، آلام الحوض، كل المواضيع دي وأكتر إن شاء الله. ولو اتبقى وقت بإذن الله هنخش بقى في التهابات المفصلية وآلام الظهر والحاجات دي، بس الأول هنبدأ بالمواضيع الخاصة بصحة الرجل. بنرحب بضيفي وضيفكم استاذ الدكتور احمد سمحان، منورني ومشرفني، وطبعا انت عارف معزتك عندنا قد ايه. يعني ربنا يخليك يا دكتور عيد، واهلا بالساده المشاهدين، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه، حلقه كويسه ونفيد الناس كلها ان شاء الله. الله يخليك. زي ما قلنا كده هنبدا الحلقه الاول عن صحه الرجل. احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا يعني ايه ضعف جنسي ويعني ايه سرعه قصف. ببساطه كده بس بسرعه هنحاول انت تعرف لهم ايه مضمون كلمه ضعف جنسي، امتى الواحد يقول انا عندي ضعف جنسي، امتى الواحد يقول كده انا عندي سرعه قصف، قبل ما نبدا نخش في العلاجات. الضعف الجنسي المقصود بيه عدم قدره الرجل على ان هو يقدر يقوم بالعلاقه الحميميه بصوره كامله وتامه. في اسباب كتيره وفي مشاكل كتيره، ففي منها مشاكل نفسيه وفي مشاكل فسيولوجيه عضويه، وفي مشاكل الجديد دلوقتي في مشاكل بتبقى في مشاكل في عضلات قاع الحوض. هو ده المنظور بتاعنا في العلاج الطبيعي. عضلات قاع الحوض لها دور مهم جدا ورئيسي في عملية الضعف الجنسي وعملية سرعة القصف والكلام ده كله. لو ما بيحصل فيها ضعف بتأثر على الانتصاب وبتأثر على الضعف الجنسي. عضلات قاع الحوض العضلات لها أكتر من وظيفة، مسؤولة عن الانتصاب، مسؤولة عن القصف، مسؤولة عن التحكم في البول، مسؤولة عن التحكم في البراز، مسؤولة عن التحكم في الغازات اللي بتخرج من الجسم. يبقى عضلات مهمة لها وظائف مهمة، العضلات دي كل عضله بتشتغل في الوظيفه بتاعتها، انما لما اجي انا اعمل كعلاج طبيعي اجي اشتغل عليهم، هي العضلات كلها بتشتغل مع بعض في نفس الايه، منظومه واحده في نفس المكان. فانا الدور بتاعي كله انا الاول بتاكد ان المريض ده عنده مشكله، عنده ضعف في العضلات دي. الضعف ده انا بعرفه ازاي؟ بعرفه بالكشف الكلينيكي يعني بالظبط. وبعد كده عايز اعمل اكد المشكله دي، فبعمل رسم عضلات. رسم العضلات ده بيأكد لي ان فعلا العضلات دي هي ايه، هي المسؤوله عن الايه، عن المشكله عشان مشكله ضعف الايه، الضعف الجنسي. يعني معنى كده ان احنا لو عندنا مشاكل مثلا في السلس البولي رجاله او سيدات طبعًا مهمه قوي الكلمه دي، لان عندنا مشاكل كتير قوي في بالنسبه للسلس البولي سيدات، تمام، وبيبقى معظمها فعلا في عضلات الحوض خصوصا بعد كسره الولاده، وبالذات اللي بتولد طبيعي في كده، فبيحصل تلاهط في العضلات بعد كده، وما بيبقاش فيه، هي ما عملتش علاج طبيعي. يعني المفروض دلوقتي مجالات العلاج الطبيعي بقت واسعه جدا، فهي المفروض بتعمل تمرينات قبل الولاده وتمرينات بعد الولاده عشان تقدر تحافظ بالزبط على ايه، عضلات قاع الحوض. زي ما بقى في احنا ليه المصطلح بتاع صحه الرجل دلوقتي؟ عشان هو دلوقتي هو الاكثر صحه المراه بالظبط، فبقى في زي ما في صحه صحه للمراه والمشاكل بتاعتها بقى، فبرضه احنا ايه بقينا ايه نركز على صحه للرجل والمشاكل بتاعه الايه، بتاعه الرجل. يبقى احنا كده ان العلاج دوت لو احنا هنتكلم عنه دلوقتي المفروض ان هو هيحسن لنا كذا حاجه، هيحسن التحكم في البول طبعا، التحكم في الغازات، ودي حاجه مهمه طبعًا جدا طبعًا، لان بعض الناس بتشتكي الموضوع ده كتير قوي. وهيحكم بقى في حاجات الاساسيه للراجل اللي هي سرعه القصف وضعف الانتصاب. المشكله عندنا بيبقى مع ضعف العضلات ممكن يبقى عندي الدوره الدمويه في المنطقه في العضو الذكري بتبقى ضعيفه. برضو في عندنا وسائل علاج طبيعي مهمه جدا زي جهاز الشوك ويف اللي هو الموجات الصدمية من خارج الجسم. الجهاز ده فعال جدا، بيحاول كل الشغل بتاعه بيعمل لي شعيرات دموية جديدة تفرز دم جديد، فيقدر ايه يغذي ايه العضو الذكري مرة تانية، فيزود تدفق الدم فيزود الانتصاب. من ضمن المشاكل برضو اللي لنا دور مهم جدا كعلاج طبيعي حالات التسريب الوريدي او التسرب الوريدي اللي بيحصل انتصاب وبعد كده بيحصل ارتخاء على طول. بيبقى في عندنا برضو بيبقى في المشكلة في الصمامات اللي موجوده بتوصل للعضله، ومع في نفس الوقت بيبقى في مشكله في العضلات، فانا بقوي العضلات جدا عشان تبقى العضله تكبر في الحجم، فلما تكبر في الحجم تقوم بالوظيفتين،
تقوم بوظيفة الصمام انها تقفل صح. على العضو الذكري من تحت فتمنع الايه تمنع تسريب الايه تسريب الوريد. برضو من الحاجات الاجهزه الكويسه جدا دلوقتي بيستخدم الجهاز اللي هو الماجنتيك فيلد التيار المغناطيسي. التيار المغناطيسي برضو من الحاجات الكويسه جدا بتنشط الدوره الدمويه في منطقه القاع الحوض فبت ايه تخلي ايه تدفق الدم للقضيب يوصل بايه بصوره ايه بصوره كويسه. طيب هنرجع تاني معلش عشان انت حضرتك خدت الموضوع كله كده على بعضه بسرعه. لو نرجع تاني للشوك ويفز طيب درجه الشوك ويفز اللي بنستخدمها عشان نزود تدفق الدم ويعمل شعيرات جديده. احنا عندنا في الشوك ويف اللي بنستخدمه طبعا في المجال الطبي يعني في الشوك ويف الجراحي ده مش تبعنا احنا بنشتغل في الاكسترا كوربوريال شوك ويف ثيرابي اللي هو الشوك الموجات التصادميه من خارج الجسم اللي هو احنا بنستخدمها احنا كمسالك في تفتيت الحصوات بس مع اختلاف التردد. هنا بقى في عندي بقى هاي انتنسيتي عندي عالي الشده ومنخفض الشده اللي احنا بنشتغل فيه في 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 حالات الضعف الجنسي وحالات الالم قاع الحوض والكلام ده كله بستخدم الايه اللي هو المنخفض الشده. كويس. المنخفض الشده ده بيبقى لو هحسبها بالبار يعني بيبقى من 2 ل 4 بار ما بزودش اكتر من كده اكتر من كده هدخل هيسبب لي اصابه. وبشتغل انا بدي جلسه للمريض جلسه في الاسبوع لمده في عندي 2 بروتوكول للعلاج يعني بدي جلسه للمريض لمده جلسه في الاسبوع لمده 6 اسابيع ممكن اكملهم ل 8 اسابيع لو عشان اتاكد ان المريض ايه هيبقى فيه استجابه كامله يعني. البروتوكول الثاني بعمل جلستين في الاسبوع وريح لمدة أسبوعين وريح 3 أسابيع وأدي كمان جلستين لمدة إيه أسبوعين. كل الحاجات دي لقيناها الأبحاث والشغالين بيها في أمريكا وجايبة نتائج كويسة جدا وبرضو بدأنا نشتغل بيها في مصر وجايبة نتائج كويسة جدا. لما بنيجي نعمل دوبلر على العضو الذكري بنلاقي الشعيرات الدموية بدأت تزيد وبدأ إيه تدفق حتى إحساس المريض نفسه بيحس إن في فرق جامد جدا وبيحس الساتسفاكشن الرضا بتاعه بقى بدأ إيه يبدأ يدخل معاه إيه. طيب علميا او ستاتستيكال اللي هو يعني احصائيا تقريبا درجه التحسن بالثمان جلسات تقريبا بتوصل كام في الميه؟ فوق ال 60% ما شاء الله. ودي نسبه طبعا نسبه كويسه جدا. بالظبط ممتاز. برضو هو المريض ما بيعملش الشوك ويف لوحده الموجات التصادميه لوحدها ده بيبقى في ضمن برنامج علاجي كامل عشان ابقى انا كده غطيت كل المشاكل اللي عند المريض. بعمل له تمرينات اللي هي الكيجل اكسرسايز اللي هي تمرينات تقويه عضلات قاع الحوض من اكتر من وضع عشان احسن العضلات بتاعه قاع الحوض وبعمل له برضو تنبيه كهربائي لعضلات قاع الحوض عشان ازود القوه بتاعتها عشان تنشط الدوره الدمويه بتاعتها الالكتروستيميليشن الفرادك ستيميليشن برضو عشان اقوي العضلات دي كلها. كل ده مع برضو حاجه مهمه جدا لو المريض وزنه زياده الوزن زياده طبعا مشكله رهيبه جدا بتاثر عليه على المريض فبنبدا نبدا مع المريض يبدا يقلل في وزنه ويبدا يعمل حركه يبدا ينشط جسمه في كل جسمه عشان يبدا يستفيد من الايه من جلسات العلاج الطبيعي. طيب لو هو طبعا احنا عارفين ان الضعف الجنسي ليه اسباب كتيره طبعا منها حاجات هرمونات منها حاجات طبعاً. السكر منها حاجات الغده النخاميه حاجات زي تمام كده تمام. طيب هل بنبدا الاثنين مع بعض يعني مثلا واحد مريض سكر وسكره التراكمي 9 و10 وارقام فلكيه؟ لا لازم الاول يظبط السكر. انا بتكلم عشان كده مش هينفع طبعا اعمل اي حاجه عشان كل حاجه اما اجي اعمل اي حاجه السكر هيبوظها عشان ما يجيش المريض يقول لك ايه انا سمعت في الحاله انا عايز انا عايز ابدا دلوقتي. لازم الاول يرجع لدكتور البطنه بتاعه يظبط السكر بتاعه يظبط اي مشكله عنده. لازم برضو احنا ما بنشتغلش لوحدنا احنا بيبقى شغالين مع تيم ورك كما مع الدكتور دكاتره المسالك ودكاتره الذكوره بيبقى في تواصل بيننا وبين بعض. الحاله مش كل الحالات طبعا مش كل الحالات بينفع معاها الشوك ويف احنا في حالات سيلكتد اللي بنشتغل عليها مش كل الحالات طبعا في الحالات اللي هي بتبقى البرايمري بريماتور ايجاكوليشن طبعا مش هقدر ادخل فيها عشان لا حاجه خالص. احنا بعد ما بيحصل كونسولتو مع الدكاتره وبنبدا ننظر للحل بنبدا نبدا ايه ننفذ ايه برنامج العلاج الطبيعي بتاعنا. طيب الرنين المغناطيسي انت اتكلمت عن المجال المغناطيسي المجال المغناطيسي عنه بس بردك سريعا المجال المغناطيسي من الحاجات الكويسه جدا دلوقتي شغاله هي الميزه بتاعتها برضو بتعمل ايه مش محتاج بقى ان انا مثلا ايه في المجال اللي هو الالكتريكال ستيميليشن التنبيه الكهربائي لازم احط الالكترود في مكان معين والكلام ده كله. الميزه في المجال المغناطيسي بياخد لي الاريا بتاعه القاع الحوض كلها مع بعضها في نفس الوقت والتنبيه المريض بيحس بيه بيحس بانقباض وانبساط في ايه من بره حتى على الهدوم مش ما بيبقاش قلع الهدوم بستخدمه هو المريض لابس الهدوم والمريض بيحس بالانقباض او الانبساط في العضله حتى بيحس بقى الجلسات بيحس ان هو في فرق كبير خالص عن الاول من تقريبا بيحتاج جدا. جلسات قد ايه برضه هنقول الجلسات بتاعتنا هتبقى في خلال يعني هنقول 12 جلسه دي 12 جلسه تقريبا الفرق بينهم قد ايه؟ لا دي جلسه يوم بعد يوم يوم بعد يوم, بعد يوم. الوحيده اللي بتتاخد بس مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع اللي تشوف ويف طيب معانا محمود هنسال وبعد كده نكمل النقاش. الو السلام عليكم. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا استاذ محمود. يا اهلا اهلا بيك اتفضل حضرتك سؤالك ايه؟
وطي التلفزيون عشان تعرف تتواصل معانا. بقى لك قد ايه على عدم تحكم البول؟ بقى لي حوالي سنه كده او اكتر من سنه بشويه. عندك كام سنه؟ 60 سنه. ربنا يديك الصحه. في سكر او ضغط؟ لا ما في سكر او ضغط. في سؤال ثاني يا دكتور، الركبه الشمال عندي برضه ايه؟ بقى فعلا من شهرين ثلاثه كده و بتمنى فريتها، يعني لو ان انا مثلا المها كده يبقى فيها الم يعني. فيها الم، طيب. سؤال بس، انت بتاخد اي علاجات للبروستاتا يا استاذ محمود؟ نعم. بتاخد اي علاج للبروستاتا؟ لا لا لا، ما فيش اي علاج للبروستاتا خالص. اوكي خالص، لا ما فيش. تحت امرك، حاضر. تابعنا من التلفزيون وهنقول لك دلوقتي حالا. استاذ محمود عنده 60 سنه، هو اكيد عنده اكيد حاجه مشكله في البروستاتا بالظبط، وهو المفروض يكشف مسالك عشان يعرف ايه السبب بتاع عدم التحكم في البول ده. هتلاقي ممكن يكون البروستاتا، البروستاتا طبعا بتبقى موجوده عند قناه مجرى البول، فلما بالزبط. بيحصل فيها تضخم بتضغط على قناه مجرى البول، فالمريض ما بيقدرش يتحكم ايه في البول، في البول بالظبط. عشان كده سالت، هي دي هي بنسبه كبيره دي مشكله بروستاتا. بروستاتا هو بقى ان شاء الله بعد ما يكشف يتاكد انها ان شاء الله، يعني ممكن ان شاء الله الاول تكشف مسالك بوليه، هتلاقي عندك تضخم في البروستاتا، تاخد علاجات، والعلاجات بسيطه قوي ان شاء الله. وبعد كده بقى تخش على موضوع لو لسه السلس البولي لو لسه موجود ممكن نبدا نخش نبدأ على بقى العضلات قاع الحوض اخبارها ايه، ولو فيها مشكله نبدا نعمل ننفذ برنامج. طيب الركبه الشمال عنده برضك فيها الركبه، هو عنده 60 سنه طبعا، اي حد فوق ال 50 معرض، انه مش معرض، كله هيجي له خشونه، بس الخشونه دي بتيجي بدري شويه، اللي بيبقى وزنه تقيل، وزنه زياده، ما بيعملش حركه، حصل له اصابه سابقه قبل كده في الركبه، فدي بتيجي. الحل بتاعه ان هو يبدا يقلل، لو هو وزنه كبير يحاول يقلل وزنه، يبدا يعمل حركات، يبدا يعمل عمليات تقويه لعضلات العضله اللي هي الرباعيه اللي فوق الركبه عشان تنشط الركبه بتاعته وتنشط الايه البتاع. برضه ما يقرفصش، ولو هو بيصلي يصلي هو قاعد، عشان القرفصه هتبقى صعبه قوي على الايه على الركبه طبعا عليك. لازم يصلي هو ايه يصلي هو قاعد، ومع الوقت ان شاء الله الامور بتتحسن كتير وبتفرق معاه وبيقل الالم ان شاء الله يعني. ربنا يكرم. هنرجع تاني نلخص اللي احنا قلناه. احنا دلوقتي عندنا شوك ويفز، ده بيزود الدوره الدمويه ده هو مش بس ده، هو بيعمل لي شعيرات دمويه جديده، شعيرات دمويه جديده تمام. وعندنا المجال المغناطيسي بيزود انقباضات عضلات الحوض اللي احنا محتاجينها ضروري تمام. وفي اللي هو الفرادك ستيموليشن او الكتريك ستيموليشن اللي هو الكهرباء بتاعت عضلات الحوض برضك دي بتزود. هو في الكهرباء، في حاجات كتير في الكهرباء مش بس الالكتريكال ستيموليشن. في عندي حاجه اسمها اسمها انترفرنشال كارنت، ده التيار المتداخل، دي بيبقى نوعين من الكارنت كده بيدخلوا مع بعض وبيعملوا كروس كده مع بعض، بيعملوا زي علامه صليب كده وفي المكان على المكان التارجت اللي انا عايز انشطه بعمله بالظبط، بحدده بالظبط. الميزه في الانترفرنشال كارنت بيقلل لي الالام وبيحسن لي الدوره الدمويه، برضو بيساعد على ايه على تحسن الايه العضلات بتاعه قاع الحوض، ولما يحسن عضلات قاع الحوض بيحسن لي المشاكل بتاعه الايه الموجوده في الايه سواء في سرعه القذف او سواء في الايه في الانصاب تمام. كده احنا خلصنا تقريبا معظم الحاجات اللي احنا بنستعملها بالنسبه لسرعه القذف او ضعف الانصاب تمام. هنخش بقى بعد كده على حاجتين مهمين قوي 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 ومنتشرين جدا، اللي هي الالام المزمنه في الحوض تمام، والتهابات البروستاتا المزمنه تمام. التهابات البروستاتا طبعا احنا النوع اللي احنا بنبقى شغالين عليه اللي فيه الجزء اللي هو البكتيري ده لازم يرجع للطبيب المسالك عشان يحدد نوع البكتيريا اللي موجوده عنه ويبدا يديها الادويه عشان ايه. احنا شغالين في العلاج الطبيعي على النوع الغير بكتيري، النون بكتيريال. النون بكتيريال ده بيبقى اسبابه ايه؟ اسبابه مريض بيجي له امساك كتير، عنده امساك، مريض عنده بيلبس لبس ضيق كتير بيضغط على المنطقه بتاعه الحوض، مريض بياكل اكل حراق كتير، كل الحاجات دي تسبب لي مشاكل في الايه مشاكل في التهابات في الايه في البروستاتا، وهي ليس بكتيريه. لا مش بكتيريه. قبل بكتيريا. بقى ما نبدا نعرف العلاج معنا برضك ام محمد نشوفها هتقول ايه، وبعد كده نرجع بقى نخش الموضوع الاساسي. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا محمد، اتفضلي حضرتك، سؤالك ايه؟ ربنا يبارك لك يا رب يا دكتور. الله يكرمك ويقعد لك في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يخليكي، احنا وانتوا المسلمين جميعا، ربنا يخليك. اتفضلي. بقول لحضرتك يعني تصفيه الميه ما بعرفش اتحكم فيه. انت عندك كام سنه يا ماما؟ 57. 57؟ اه. ولدتي كام مره يا ماما؟ 8. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة، ما تقلقيش يا ماما، الموضوع بسيط خالص. عندك سكر طبيعي أو ضغط؟ طبعا مش كده؟ طبيعي. عندك سكر أو ضغط يا ماما؟ عندي سكر وضغط. حاضر. عيني. حاضر، تحت أمرك. أنت تابعينا بس ما تقلقيش، الموضوع بسيط خالص، ما تزعليش نفسك. موضوع بسيط جدا.
ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ان شاء الله. قبل ما نجاوب على ام محمد هناخد مصطفى ونجاوب الاثنين على بعض. مفيش مشاكل. إيه الو الو، السلام عليكم استاذ مصطفى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك سؤالك ايه؟ حضرتك يا فندم، انا يعني انا متزوج وعندي 37 سنه. ايوه طبعا. الزوجة حضرتك في مشكلة معايا بتقابلني دايما بالنسبة معذرة للدورة الشهرية. تمام، مش مظبطة معاها خالص بالنسبة ليها هي يعني. وانا ما بعرفش ولا هي بتقول لي حضرتك، فبفاجئ يعني معذرة بحاجة زي كده. تمام، فانت عايز تشوف العلاج يبقى ايه بالظبط حضرتك؟ وبالنسبة لي انا عندي الركبة الشمال حضرتك تعبان جدا، يعني عايز اعرف برضك علاجها يعني. حاضر. اسمح لي نخلص الاول الجزء الاولاني بتاع مصطفى. بالنسبه للدوره، اللي هو بيجي لها دورات متلخبطه، فهو بيجي يعمل معاها اجماع وما بيبقاش عارف عندها الدوره. لا هو، لا هو لازم طبعا تتابع مع دكتوره النساء بتاعتها وتشوف الدوره بتاعتها بتيجي تظبط. هو بالنسبه له هو خايف. هو طبعا عشان بس نكون متفقين، ان لو الدوره دي في اول اسبوع اللي هي السبع ايام الاصليين بتوعها، مش اليوم ال14 وال15، بيبقى نسبه حدوث التهابات البروستاتا البكتيريه عاليه جدا. طبعا طبعا، فدي مهمه قوي 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 قوي، ان انت طبعا لازم تروح تتوجه لدكتور مسالك، تعمل تحليل سائل بروستاتا ومزرعه سائل بروستاتا. في الغالب هيكون في عند حضرتك التهابات بكتيريه في البروستاتا. طبعا ده قصه طويله احنا بنقول لكم عليها بعدين، بس المهم ان انت لازم تتوجه لدكتور مسالك. مفيش حاجه اسمها معلش ده شويه حرقان هاخد مضاد حيوي وهيخف. ده الجزء اللي هو اللي انت خايف منه. الجزء الثاني بتاع الركبه الشمال، هو اكيد انت سنك صغير، انت عندك 37 سنه، اكيد حصل فيها اصابه. يعني هي الركبه ما بتحصلهاش فيها اي مشاكل من غير اصابه في السن الصغير، في السن الكبير لا. يبقى ممكن يكون اتخبط فيها او اتلوت وهو ما خدش باله. اولا يريحها ويشوف فيها ارتشاح ولا لا، عشان برضو ممكن لما بيحصل اصابه في الركبه بيحصل فيها ارتشاح، ويحاول بقدر المستطاع يبدا برضو يعمل تمرينات تقويه للعضله الرباعيه اللي هي فوق الركبه، عشان هي دي المسؤوله، كل مسؤوله عن الغذاء ومسؤوله عن ثبات ومسؤوله عن كل حاجه مسؤوله في موجوده في الركبه يعني. فهو يعمل تمرينات لتقويه العضله الرباعيه عشان الركبه بتاعته، وطبعا برضو يرجع لدكتور العظام عشان يشوف لو عنده مشكله، حصل عنده اصابه ولا لا. طيب عندنا ام محمد عندها سلس بولي، عندها 57 سنه، ولدت كذا مره 8 مرات، وعندها سكر وضغط. سكر وضغط برضو لازم تظبط السكر والضغط بتاعها مع الدكتور، تظبط السكر وتظبط الضغط، وبعد كده هتلجا لعياده العلاج الطبيعي عشان تبدا تعمل تمرينات تقويه لعضلات القاع الحوض. اول ما هتظبط كل دي المشكله، حصل ارتخاء في عضلات قاع الحوض فما بتقدرش تتحكم في البول بتاعها. العضلات الفضل من عند نعمه من عند ربنا يعني، هي لما بتضعف لما بعمل لها تمرين بتقوى. اي عضله كده في الدنيا لما بهملها بتضعف، انما لما ابدا اجي احفزها تاني وابدا اعلمها ازاي تعمل التمرين هتبدا تشد تاني، والمشكله دي تبقى تختفي تماما. برضو هتختفي في فتره عن هنقول خلال 6 شهور هتبقى المشكله تماما اختفت من عندها. وبرضك بنقول لمحمد ان شاء الله هحاول ان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله نعملها مسالك بس، ونكلمكم على السلس البولي. طبعا السلس البولي ده منتشر الفتره اللي فاتت دي، فان شاء الله باذن الله لو ربنا حيانا الاسبوع الجاي هتبقى الحلقه عن السلس البولي. طيب معانا استاذ رضا. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا يا استاذ رضا، اتفضل حضرتك سؤالك ايه؟ كل عام وانت طيب وحضرتك بالصحه والسلامه. اهلا وسهلا بحضرتك، سؤالك ايه؟ ممكن الله وبركاته يا فندم. السؤال حضرتك ايه؟ طيب يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ رضا، السؤال حضرتك ايه؟ سؤال حضرتك يا فندم، انا عمري 43 سنه، متزوج وانا عمري 15 سنه. بقالي النهارده 3 سنين بعاني من سرعه القذف. قبل كده ما كانش فيه سرعه قذف خالص؟ لا 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 يا فندم. حاضر ماشي اوكي ماشي تحت امرك. معانا برضك قبل ما نجاوب معانا استاذ محمد ناخده بالمره. استاذ محمد الو السلام عليكم. في الغالب استاذ محمد يتصل تاني بقى. نرجع بقى استاذ رضا، وهو عنده 43 سنه متجوز وعنده 18 سنه. المشكله في سرعه القذف، اولا بتبقى المريض مش قادر يتحكم في نفسه بالظبط، فبرضه هنقول السبب برضه بيبقى غير لو انا عملت ان كل حاجه عنده تمام، بس هو ما بيقدرش يتحكم بقى في اخر حاجه دي، فبيبقى برضو بيبقى مشكله عنده. وعنده 43 سنه ومتجوز بقاله وهو صغير في سنه صغير، فاكيد العضلات بتاعه قاعه الحوض فيها ضعف. فاول ما هيبدا يعمل برضو تمرينات تقويه لعضلات قاع الحوض هيبدا يتحكم في القذف،
هيقدر. هو في الجزء بتاع التحكم الارادي بيبقى مثلا هنقول نسبته مثلا 10%. انا بقوي العضلات بتاع قاع الحوض عشان تقوم بنسبه 30%، فانا كده هطول ايه، هطول الفتره اللي هو يقدر ايه، يقدر يتقلل من سرعه الايه القصف عنده. فبرضه هنبدا نعمل تمرينات تقويه كيجل اكسرسايز لعضلات قاع الحوض عشان ابدا اقوي واقدر اتحكم في عمليه الايه، في عمليه القصف. برضه من الحاجات المهمه جدا لما يجي يحصل جماع يختار الاوقات المناسبه، ما يبقى مزاجه، ما يقولش ان هو لو هو حط في دماغه ان هو هيحصل عنده سرعه قصف هيعمل سرعه قصف بالزبط. يتعامل مع الموضوع بطبيعيه خالص، ومع الوقت كل الامور هترجع لوضعها الايه الطبيعي ان شاء الله. وبرضك معلش هو 43 سنه، فنبدا نتاكد كده اخبار البروستاتا ايه، ولو فيها التهابات تتعالج، لان دي من الحاجات اللي بتعمل سرعه قصف. فبرضك دي حاجات جانبيه بعيده عن العلاج الطبيعي. طبع. بس زي ما اتفقنا ان هو بدام في حاجه جدت لازم نعمل تشيك نتاكد ان هو الامور ماشيه كويس. تمام تمام. معانا استاذ عادل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا استاذ. أنا بتكلم دكتور أحمد. طبعا دكتور أحمد مع حضرتك، اتفضل يا فندم. حضرتك بحس بقى لما بين فتحة الشرج والخاسية. ألم في المنطقة دي؟ ما بين فتحة الشرج والخاسية. تمام، أنت حددت المكان مظبوط بالظبط يعني. موجود بيجي لك في أوقات معينة مع ولا هو موجود باستمرار مع التبول أو مع التبرز؟ انت جبت من الاخر من الموتوسيكل. اجي اقعد على كرسي مثلا كده بحس بالم. هو نجاوب. اتفضل. خلاص تابعنا من التلفزيون استاذ عادل تحت امرك. هي برضو من ضمن المشاكل اللي احنا قلنا لما جينا نتكلم على المشاكل بتاعه البروستاتا والتهابات البروستاتا اللي هي اللا بكتيريه، الضغط على منطقه الحوض من تحت، حاجه المسافه ما بين لا مش احنا برضو كان المفروض نقول برضو اللي بيركب موتوسيكل، اللي بيركب عجله، اللي بيقعد على حاجه ناشفه فتره طويله، كل دي بتضغط على المنطقه بتاعه الحوض، المنطقه فيها اعصاب كتيره، فيها عضلات، فيها شعيرات دمويه، الكسره الاحتكاك والضغط بيسبب لي الالتهابات دي كلها. هنحاول بقدر المستطاع، انا مش عارف اقول لك، حاول تخلي الحاجه اللي انت بتقعد عليها تبقى طريه شويه. وبرده من الحاجات اللي هتقلل معاك الالم، نقعد في ميه دافيه، تحاول تقعد في ميه دافيه. انا مش هقدر اقول لك ما تركبش الموتوسيكل عشان دي وسيله المواصلات بتاعتك، بس يقلل الفترات. يعني انا ما يقعد مثلا ساعه كامله قاعد. بالظبط. حاول نص ساعه وينزل ويطلع تاني. بالظبط بالظبط. وبرده المياه الدافيه من الحاجات الكويسه جدا لو اللي بتقلل الالتهابات، الالام في منطقه قاع الحوض. بس يا ريت الناس تفهم المياه الدافيه حاجه والمياه السخنه لا حاجه. المياه الدافيه اللي هنقول فتره، بلاش دافيه. أيوة المياه فتره. عشان بلاش المياه الناس تقعد في مياه سخنه لا برتاح. لا ده هي بتتسع زياده. لا صح، ده المياه السخنه بقى اللي هي درجه حرارتها فوق ال 45 دي تحرق المريض. لا احنا بنقول ده اقل من 45. ازاي اللي هي تبقى دافيه عن درجه حراره 42، يعني تحس تحط فيها ايدك كده ما تبقاش تحس انها فيها مريحه بالنسبه لك يعني. وزي ما حضرتك قلت يبقى المكان طري، يحاول يزود بتاعه على حاجه ناشفه خالص. وما يقلل فترات قعدته على الموتوسيكل. تمام بالظبط. طيب معانا استاذ رمضان. الو السلام عليكم. سلام ورحمه. اهلا وسهلا استاذ رمضان. سؤال حضرتك ايه؟ سلام ورحمه. عليك. انا عندي رجل اليمين من السكنه كده بالوجع بيمشي في رجلي كده وامشي 300 متر او 200 متر واقعد استريح، اقوم الاقيش حاجه ثاني في رجلي. في حاجة مشكلة في ظهرك ولا حاجة؟ لا ظهر حلو يا باشا وبعزق في الغيط وكده يعني ما طب. ما فيش حاجة في ظهري هناك. طب في تنميل في رجلك؟ في لما أم الأرض وأنا قاعد كده في تنميل في رجلي من تحت الركبة، كل الأدم كده يبقى طالع من رجلي كده نم. طب ركبة واحدة الرجلين ولا رجل واحدة؟ رجل واحدة اليمين بس. ورحت كشفت قال ده عرق النساء. طب تمام اداني علاج يا دكتور وما فاتش معايا. ماشي يا فندم، ماشي هنجاوب على حضرتك دلوقتي. اتفضل حضرتك تابعنا من التلفزيون. هو كشف والدكتور شخصه اللي هو عنده اللي هو عرق النسا او اللي هو الالتهاب في العصب الوركي. طبعا هنا بناخد علاج دوائي وعلاج طبيعي. العلاج الطبيعي بيبقى في صوره بندي حاجات تقلل الالم زي الجهاز الانترفرنشال وجهاز التنس كهرباء، يعني بالبلدي كده كهرباء، عشان تقلل الالم في المنطقه دي. وبرده بنشوف في مشاكل في اسفل الظهر ولا لا، برضو بيبقى فيه تقلصات في العضلات، فبندي أشعة تحت الحمراء عشان تنشط الدورة الدموية وتقلل التقلصات في المنطقة دي. والعلاج الطبيعي طبعا بيجيب نتائج كويسة جدا مع التهابات الايه، التهابات عرق النسا والتهابات العصب الوركي. هو محتاج بس بعد انت خدت العلاج بتاعك
تروح لاقرب مركز علاج طبيعي قريب منك وتعمل جلسات وان شاء الله 12 جلسه هتبقى زي الفل الامور هتبقى تمام ان شاء الله. يعني هو بس انا هضيف كده برضك حاجه صغيره, حكايه ان هو لما بيبدا يمشي يقف يمشي يقف عشان يستاهل دي بتبقى في اسكيميا او نقص في الدوره الدمويه بتاعه القدم. فاحنا يا ريت يروح هو قال ان هو الدكتور قال له ان هو عنده عرق, ما هو راح لدكتور مخ واعصاب فقال له كده. فاحنا يروح برضك لدكتور اوعيه دمويه ده مهم قوي, لان في الغالب هيكون عندك ضيق شويه في الشرايين او تصلب في شرايين القدم من تحت. فاحنا يبقى تروح الدكتور اوعيه دمويه وتروح الدكتور علاج طبيعي. تمام. معانا استاذ علاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ علاء, سؤال حضرتك ايه؟ السؤال بس عايز اسال الدكتور التمارين بتاعه تقويه الحوض. تمام. ايه التمارين دي؟ حاضر. ممكن نعملها في البيت ولا لا؟ حاضر. عينيا. هو السؤال ده جميل, المفروض كنا احنا قلناه من الاول بس هو سؤال انت يعني سؤال. انا لما اجي اقوي العضلات بتاع قاع الحوض انا عندي فيه نوعين من انواع الفايبر بتاعه العضلات, في عندي السريعه والبطيئه. فانا اللي بيبقى المشكله اكتر في العضلات اللي هي البطيئه اللي هي بتاخد فتره طويله, فالمريض بيبقى بالظبط بقول له اعمل ازاي, ايه الاوردر او ايه الطلب اللي انا بطلبه منه اذا ما يجي يعمل التمرين. اقول له اكنك بتتبول وفي نهايه البول انت بتمسك عشان تمنع البول ان هو ينزل, فبقول له بنفس كده او بالبلدي اقول له امسك اكنك بتتبرز وامسك الايه العضلات بتاعه الايه فتحه الشرج امسك عليها جامد, اقبض وسيب اقبض وسيب. في فاحنا بنعمل التمرينات على نوعين, هقول اول حاجه خالص هقول له اقبض وسيب للسريعه, يعني اهو 1 2 3 4 لغايه 10 ويريح, يبقى العدد بتاعي 10 ايه 10 عدات. ده دي الايه للسريعه. البطيئه بقى اللي تهمني نركز على اكتر, هقول له اعمل انقباض وعد خمسة وانت عامل انقباض, اعمل انقباض اهو كده اهو اكنك بتتبرز وماسك انت جامد على فتحه الشرج, او عد بقى كام بقى 1 2 3 4 5 وريح 5 1 2 3 4 5 واعمل انقباض تاني 5 وريح 5 5 وريح 5. دي كده معناها ايه عدايه واحده لغايه ما اوصل لغايه 10 ايه مرات. انا بنصح المريض بتاعي بيعملهم 3 مرات في اليوم المجموعه, يعمل هبدا معايا يعمل مجموعه واحده بس في الاول, واحده الصبح واحده الظهر وواحده مثلا بالليل, بعد كده بقى مع كل ما يتحسن اقول له اعملها ايه اعملي لا اعملي خليهم مجموعتين خليهم 3 خليهم 4 يزود الايه المجموعات. وبرده بخليه يعملها من هو نايم في الاول, بعد كده اصعبها له شويه خليه يعملها هو قاعد, وخليه يعملها هو واقف, وبعد كده بخليه يعملها هو ايه ماشي. انا كده بصعب من ايه من شده التمرين عشان كل مدى العضله خلاص محتاجه ايه ازود لها ايه ازود الحده بتاعتها عشان تبقى اقوى, فبزودها له ايه بخليه يعمل التمرين من اكتر من ايه من وضع. فده سؤال جميل وارجو ان انا اكون يعني ايه قدرت ايه اجاوبته بصوره هو بس عشان يعني انا هاكد الكلام اللي قاله دكتور احمد بيه بالظبط, كان عندك غازات بتعدي وانت بتمنعها, هي دي كلمه اقبض وسيب. غازات بتعدي بتروح انت قابض او احنا بنسميها بالبلدي تقمط عليها وتسيب, تقمط وتسيب. تمام. فهو قال لك هتبقى فيه بتاعه حاجات الفايبرز رفيعه انك بتقمط وتسيب بنفس الكلام ده, انما العضلات الجامده دي اهم حاجه نركز عليها. واحد نجم ان دي اللي نركز عليها قوي اللي هي دي فيها مشكله تبقى فيها اكتر. 1 2 3 4 5 وتريح وتعد خمس عدات وريح 5 برضه. انا بس بشرحها تاني عشان تفهموها بالظبط بالتفصيل. تمام. معانا استاذ شحاته. الو السلام عليكم. سلام وبركاته. اهلا وسهلا استاذ شحاته, اتفضل حضرتك سؤالك ايه؟ الله يخليك تعيش. انا من العياط. ايوه انا معاك, اتفضل يا فندم على الهوا تحت امرك. انا عايز اقول للدكتور انا كل ما بمشي على رجليا وانا ماشي رجلي من تحت الركبه كده من عند الكف بتنمل. تمام. واقف روح اقف كده تروح تنمل رايح اجي امشي تروح منمله تاني. حاضر. تمام اوكي تحت امرك. تمام. برضه كان لسه الاستاذ اللي كان بيتصل من شويه نفس الكلام تقريبا. هنشوف برضه هنشوف عنده مشكله في عرق النسا او العصب الوركي ولا لا, او عنده مشاكل في الفقرات القطنيه ولا لا. برضه هنشوف عنده يكشف اوعيه دمويه عشان نشوف عنده مشاكل في ايه في الاوعيه الدمويه ولا لا. دي مهمه قوي. خلاص حددنا ايه نوع المشكله, هنبدا بقى ايه لا كل حاله لها البرنامج العلاج الطبيعي بتاعها. حالات اسفل الظهر لها البرنامج بتاعتها, وحالات الايه التهابات او المشاكل في الايه في الدوره الدمويه لها ايه لها البرنامج بتاعها. نشخص بس مظبوط والدكتور بيبعت لنا الحاله واحنا بنقدر نتعامل معاه. فانت تكشف الاول ويحدد لك ايه السبب بالظبط, ايه سبب المشكله اللي عند حضرتك يعني بالظبط. طيب احنا عندنا 3 دقائق فعايزين ناخد, طبعا احنا خلاص كده يعني احنا اتكلمنا حلو قوي على صحه الراجل, بس عايزين ما ينفعش حضرتك تبقى معانا وما نتكلمش خالص في الالام بتاعه المفاصل. فعايزين نصايح مبدئيه طبعا للمرضى اللي عندهم الام في اسفل الظهر والام في الركبه. ايه التعليمات تقدر تقولهم الاول, اسباب اللي بتبوظ وايه اللي يتبعوا الاجراءات اللي يتبعوها. تمام.
انا عندي اكتر هنتكلم الاول عن الفقرات العنقيه والفقرات القطنيه. أيوة. دول اكتر حاجتين بيحصل فيهم مشاكل. الفقرات العنقيه بيحصل فيها مشاكل ليه؟ بتحرك رقبتك كتير، بيتحرك كتير يبقى هتتعب كتير. الفقرات بتاعه اسفل الظهر بتشيل عليها كتير، هي اللي شايله نص جسمك من فوق، فعليها وزن كتير فبتتعب. فاللي بيتحرك كتير واللي بيشيل وزن كتير هو اللي بيتعب. فنحاول وبنقعد دلوقتي على الموبايلات كتير، فنحاول الحركه الثانيه الرقبه كده لتحت دي مشكله جدا. الاسهل كل شويه لازم تفرد رقبتك لورا باستمرار، تبقى رقبتك مفروده، ما تبقاش مموين، ما تبقاش واخد. لو انت بتشتغل على كمبيوتر ما تبقاش نازل بالكمبيوتر، لازم ترفع ولازم تبقى ايدك مرتاحه وانت شغال عشان ما تقلل الشد اللي موجود على العضلات اللي موجوده في الرقبه وعضلات الكتف. هي واحده واحده. ما تستخدمش الموبايل فتره كتيره، حاول ما تخليش رقبتك متنيه، خلي ارفع الموبايل لفوق. برضو لما نيجي على الظهر ما نقعدش فتره طويله، الوقفه احسن بكتير من القعده. بتقعد كتير، لا حاول تغير من الوضع بتاعك، اقعد نص ساعه وقوم وقف، روح لغايه الشباك مثلا وارجع اقعد تاني. بتسوق العربيه فتره طويله، لا ما تسوقش فتره طويله. لازم يبقى المنطقه بتاعه الفقرات القطنيه باستمرار عليها سبورت، لازم يبقى فيه مخده كده. لو الكرسي بتاعك طبعا فيه كراسي بتبقى مظبوطه من واخده الشكل المظبوط بتاعه الفقرات، كل الكيرف تثبت فين وكده. فما عنديش انا المقدره دي، ابسط حاجه هجيب خدادية صغيره خالص، صغيره احطها عند ظهري من تحت عشان يبقى ظهري مسنود باستمرار. برده ما اشيلش حاجه تقيله، لما اجي اشيل ما اشيلش على ظهري وانا تاني، لازم اشيل على ركبتي، ابقى اخلي التاني كله على ركبتي. زي اللي بيشيل حديد، لما يجي يشيل حديد محدش هو بيشيل حديد بيبقى تاني ظهره، بيبقى فارد ظهره تمام ويبدا يشيل. برضو الكرش مشكله المشاكل، هو اللي بيسبب برضو. فكل ما كان الانسان رشيق وكل ما كان وزنه قليل، كل ما كان ايه خففنا الحمل خالص على الايه على الفقرات القطنيه. برضو الركبتين طبعا دول مفصل الركبه مشاكله كتيره جدا واصاباته كتيره جدا، عشان هو مفصل في الهواء، ما فيش حاجه عامله له، ما فيش حاجه حامياه، هو في الشارع يعني. فنحافظ على ركبتنا، من لو لا قدر الله حصل اصابه نبدا نرجع للدكتور العظام ونبدا نعالجها اول باول، نبدا نعمل تمرينات، نبدا نتمشى. المشي مفيد جدا للعضلات بتاعتنا، للركبه والفخذ وكل حاجه في جسمنا. المشي مهم جدا، في مثل بلدي بيقول الحركه بركه، فلو صح. كلنا اتمشينا وكلنا اتحركنا كل ده هيغنينا عن حاجات كتير قوي. يعني مش عايز اقول لحضرتك انا حقيقي مستمتع جدا وكان نفسي الحلقه تكون اطول من كده بكتير. الله يخليك يا دكتور. وسعيد جدا باستضافه حضرتك، استفدنا معلومات كتيره قوي وتعتبر كلها معلومات جديده للساده المشاهدين اول مره يسمعوها. وان شاء الله يبقى لنا حلقه ثانيه بقى بالتفصيل، بقى نخش على مواضيع الفقرات والعنقيه والقطنيه والركبه باذن الله. ان شاء الله في نهايه حلقتنا بنتقدم بخالص الشكر لاستاذ الدكتور احمد فتحي سمحان، استاذ العلاج الطبيعي بكليه طب جامعه اليوبلس واستشاري العلاج الطبيعي لصحه الرجل. وان شاء الله باذن الله موعدنا باذن الله الساعه 10 مساء بتبقى الاعاده، وكل يوم سبت ان شاء الله نقابلكم من الساعه 2 للساعه 3 على الهواء مباشره. نشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين والى اللقاء. شكرا، ربنا يخليك.